الإمام أحمد بن حنبل، أبي عبد أحمد بن حنبل الشيباني، برواية، إحنا عندنا الزهد، عندنا روايتان، رواية لصالح بن أحمد ورواية لعبد الله، نحن الذي نقرأه نحن هنا هو برواية عبد الله بن أحمد، وإن كان صالح هو أكبر من عبد الله، لكن حتى المسند شهر برواية عبد الله. فإذا ذهبتم إلى المكتبة لتشتروا النسخة فتأكدوا أنها رواية عبد الله عن أبيه وليست رواية صالح عن أبيه رحمة الله على الجميع. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، هذه ما هي مكتوبة لكنها تقرأ ألفاظ الحديث، نقول قال حدثنا، قال أخبرنا، وإن لم تكن مكتوبة لكنها تنطق. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، أيوة اللي هو مين؟ الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن شريك. كل ما هو من الرواة إنما بفتح الشين المثلثة. نعم. عن شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. أيوة. قال يا رسول الله أوصني. بعث معاذا، وفيه أن ولي الأمر يختار الرسل ويختار من يبعثهم ويكون علما، وفيه رد على من يخرجون إلى الدعوة إلى الله عز وجل وليس لهم من العلم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل أي أحد لكي يذهب ليعلم الناس، معاذ يرسل الآن إلى اليمن ليعلمهم الدين، معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام كما جاء عند أحمد في المسند، وهذا من فوائده أنها رد على بعض الذين يخرجون للدعوة وليس عندهم من العلم شيء، ويقول نحن نخرج ليش إلى الدعوة، نقول انظر إلى النبي من أرسل لكي يدعو إلى الله عز وجل، أرسل معاذ لليمن وأرسل مصعبا إلى المدينة، لأن مصعب من أقرأ الصحابة، إذن لابد أن تتعلم أولا ثم بعد ذلك تدعو. قال ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. بواب البخاري في كتاب العلم قال باب العلم قبل القول والعمل، العلم الأول وبعدين الكلام ودعوة الناس، أما تخرج وانت ما عندك أي علم ولا أثار من العلم إذن كيف ستدعو إلى الله عز وجل؟ نعم. تفضل. فقال يا رسول الله أوصني. وهذا من فوائده عظم أمر الوصية، احنا قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، يستطيع طالب العلم أن يجمع من الأسفار والأحاديث وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا منها، زي ما جاء سفيان بن عبد الله قال رسول الله أسألك سؤال ما أريد أسأل أحد غير، قال قل أمنت بالله ثم استقم. عبد الله بن بسر قال رسول الله قل لي قولا في الإسلام ما سبعد أحد غيره، قال ما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا الوصية من أعظم الشيء، الوصية من أعظم ما يهديه المسلم لأخيه المسلم، ويتأكد في أمور منها عند السفر، لأن السفر مظنة الفتن، فعند السفر لابد أن تقدم الوصايا لمن لأخيه، عند الزواج، عند تولي الولايات الشرعية الخاصة والعامة كالإمامة والخطابة، لابد تروح لطالب علم تقول له أوصني لقد قلدت هذا الأمر فماذا ترى؟ هذه أمور مهمة جدا. نعم. قال عليك بتقوى الله ما استطعت. هذا أعظم ما ينبغي للمسلم أن يتسلح به، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، أن تعبد الله على نور من الله، تخشى ثواب الله وتخاف ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. قال علي التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل فرض السنة، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يتقي الله عز وجل، لأنه قال حسن البصري لو انطبقت السماء على الأرض أيقنت أن الله يجعل للمتقي مخرجا فإنه قائل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. وأيضا لو ضاقت عليك كل أبواب الرزق وكنت تقيا يرزق الله عز وجل، ربنا قال ويرزق من حيث لا يحتسب. نعم. واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة
فأحدث عندها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية. والعلانية بالعلانية. إيش فوائد هذا الكلام؟ من إن معنى هذا إنك تذكر الله عز وجل في كل أحيانك. تذكر الله عز وجل في كل أحيانك في كل مكان. وإذا وقع الحديث هذا على كل حال في مجموعه فيه مقال، لكن في أفراده يعارضه أحاديث أخرى كحديث عن أبي ذر معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة خالق الناس بخلق حسن، ونفس معنى هذا الحديث إنك إذا أذنبت أن تحدث توبة مكان الذنب مباشرة، أن تحدث توبة ولا يمل الله عز وجل حتى تمله. نعم. حديث 142 قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال عبد الرحمن عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل. حديث صحيح ورجال في رجال الصحيح. ما قعد قوم مقعدا أو مجلسا لا يذكرون الله أو لا يذكرون اسم الله إلا قاموا كمن قام عن جيفة حمار، وفي رواية إلا كان عليهم ترة إليهم القيامة. تفضل. أيوة. لا يذكرون الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. نعم. يعني من فوائد ذلك أن في مجالسك أن تعطرها بذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صح من أبواب أخرى قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كمن قاموا عن جيفة حمار، وفي رواية كان عليهم ترة إلى يوم القيامة. ومن هنا علينا أن نغشى المجالس اللي فيها الذكر الله فيها ذكر الله عز وجل ذكرا سلفيا شرعيا، وأن نجتنب المجالس التي فيها خلاف ذلك وإن كان يجلس فيها أعز الناس إلى قلوبنا. فيها لعبة هذه المسألة، هذه فيها جنة وفيها نار، فيها أن يوقفك الله عز وجل عريان ولا أحد يعطين أحدا حسنة، لا أب لابنه ولا أم لابنتها ولا زوج لزوجته ولا زوجة لزوجها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. ما في لعب يا أخوان في المسائل هذه، ما في لعب. ثم إذا اتبعت هذا الهدي النبوي جعل الله لك شخصية مهابة، حتى وإن كانوا على يغشون المعصية فإن رأوك يهابونك، كما كان يقول أحد الناس في أحد السلف يقول ما رأيت إلا رأيت الليث بارز الأوزاعي لما فعل ما فعل الحج أبو جعفر، قال من ينكر علينا؟ قال ما احنا كلنا احنا ما ننكر، لكن الأوزاعي هو اللي ينكر عليه. جاء بالأوزاعي قال ما تقول في الدماء التي سفكنا؟ قال فلان عن فلان عن عمك ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين فارق للجماعة. قال ما تقول؟ قال يتبك الله عريان يسألك عن المين والنقير والقطمير. قال اخرج. فلما مات لو عاش بخير حال، فلما مات مر على قبري قال ما رأيت هذا وذكرت إلا أرى ليس بارزا، قال بس سيرة تكني قدامي أسد يخوفني، كان يخاف وأهاب الأسد. فإن كنت متقي الله عز وجل جعل الله لك مهابة، وإن كنت مجاملا قال لفلت وطلع لسانه فيك فلن تحمد، لن تحمد ولن تذكر فتشكر إلا إذا كنت لله تقيا. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من جعل رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ليه؟ لأن إن الله إذا حب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فيحب جبريل، وجبريل نادى في ملكة إيش؟ السماء يحبونه فيوضع له القبول في الأرض. ومن جعل رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. لو كانوا من أقرب الناس ليه؟ لو كان هو الكوميديان الوحيد اللي ما يجي إلا يضحكهم ويجاملهم على حساب دينه، يضيع الصلوات ويضيع الذكر وغيبة ونميمة ومقاطع وضحك ومشاشات وقنوات. إن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إنه يبغض فلان يبغض جبريل، وجبريل ينادي كل الملائكة في السماء يبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. تجامل على حساب دينك لست محمودا.
وأنتم ترون بأم أعينكم أن من يجامل في دينه يكون بابا من أبواب السخرية بين الناس. فلان يبدأ لك يا ما عندي سؤال هذه بس سوي هذيلة كده صح ولا مو صح كلامي هذا؟ لكن ما تكون إنسان تقي ورع تخاف الله عز وجل والله الله عز وجل يقذف المهابة في قلوب أعدائك قبل خلصك وأحبابك. ليه؟ لأن احنا طبقنا هذا الكلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فإن جعل الله لك ود وإيش تخاف من الناس ثاني؟ حتى قالت تلك المرأة قالت اللهم إن صح منك الود فالكل هين فكل ما على التراب ترابه ليتك تحلو والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. خلاص أهم شيء أنا أتوجه بالحب لله عز وجل الذي تكفل تبارك وتعالى أن يجعل لي المحبة عند جبريل وعند الملكة ثم توضع فين؟ ثم توضع في الأرض. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. نعم. قال حدثنا الأعمش عن شمر ابن عطية عن أشياخه عن شمر عن الشمر ابن عطية عن أشياخه عن أبي ذر رضي الله. هذا حديث منقطع. هذا حديث فيه انقطاع وفيه مجاهيل لما قال عن أشياخه عن أبي ذر. نعم تفضل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. نعم. وقلنا الوصية ثابتة. نعم. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. أي صح من حديث أبي ذر ومعاذ من وجه آخر اتق الله حيث ما كنت وأتبع سيد الحسنة تمحها. نعم. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله. قال هي أفضل الحسنات. نعم. يسأل عن أفضل الذكر لا إله إلا الله خير ما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام موسى يسأل الرباري عزيز في الصحيح يقول في يوم عرفة يا رب دلني على عمل أذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال والذي لا إله غيري لو وضعت لا إله في كفة لطشت بهن لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير في يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعظم الذكر هذا. نعم. وأنت جالس مجلس وش المشكلة؟ لا مع الناس يذكرون. لا ما في. إنك أنت تقول إيش تقول؟ يعني قلت مسامرة وشيء تذكرون. أيوة طبعا خلاص أنت تقول أي مجلس تقول أيوة نعم أنا تعلمت من أحد الناس. يعني سبحان الله يعني هذا الإنسان يعني كثرة صلاته على النبي في المجلس عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد يعلم من حوله أنه ما هذه دعوة صامتة أنك أنت لا إله إلا لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم صل على هذه دعوة صامتة. لما تلقى الإنسان لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله فتدعوها دعوة حال ودعوة مقال أنت في نفسك تكفر منها وتحض الناس على أن يكثروا منها. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن خالد قال حدثنا رباح بن يزيد قال حدثني أبو الجراح عن رجل من أصحابهم يقال له خادم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام وعنده رجل يبكي فقال من هذا؟ قال فلان. قال جبريل إن نزل أعمال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله عز وجل يطفئ بالدمعة بحورا من نار جهنم. حديث غير صحيح. نعم حديث غير صحيح لكن في المعنى العام لا في المعنى العام في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي لكن في المعنى العام عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح عينان لا تمتهما النار عين باتت تحرز في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فلا شك أن من بكى من خشية الله عز وجل فإن الله عز وجل
بشر تبارك وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه العيون لا تمسها النيران. الله يجعلنا وإياكم من مثل هؤلاء الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. تفضل.